توفر الطحينة التي يتم الحصول عليها من السمسم المطحون فوائد لا تصدق لجسم الإنسان بما تحتويه من فيتامينات ومعادن وزيوت عالية الجودة. عندما يتم تناول هذا الطعام ملعقة واحدة في اليوم، فإنه يبطئ عملية تطور العديد من الأمراض الفسيولوجية. ما هي الفوائد والآثار الإيجابية لاستهلاك الطحينة؟ متى وكم يجب أن تستهدعون نفحص مع؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا مجانا قبل الانتقال إلى المزايا. نحن هنا مع فيديو إعلامي جديد كل يوم. ما هي فوائد تناول الطحينة بانتظام؟ الأحماض الدهنية المفيدة الموجودة في الطحينة تدعم نمو بكتيريا البروبيوتيك في الأمعاء. المواد المضادة للأكسدة التي تحتويها تقلل من مشاكل الجراثيم المعوية في الجهاز الهضمي بفضل المركبات الفينولية التي تعطي الطحينة كثافتها. يحمي الهيكل الداخلي للمعدة ويظهر تأثيرات إيجابية ضد مشاكل حمض المعدة مثل التهاب المعدة من خلال موازنة كمية الحمض في الجهاز الهضمي. في الوقت نفسه تعتبر الطحينة مصدرا لأعلى جودة للأحماض الدهنية غير المشبعة مقارنة بالزيوت النباتية المنتجة اليوم. هذا يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الجسم. على وجه الخصوص تتعاون الأحماض الدهنية مثل أوميجا 3 وأوميجا 6 مع مضادات الأكسدة وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنه يمنع تكون الترسبات السنية في الأوعية الدموية، مما يسهل على تدفق الدم إلى المستويات الطبيعية. يتحكم البوتاسيوم الموجود فيه في توازن الماء في الجسم. من ناحية أخرى، فإن الطحينة غنية جدا بالأحماض الدهنية التي لها وظائف مهمة مثل موازنة كمية السكر في الدم والتحكم في طريقة استخدامها من قبل الجسم. في الأشخاص الذين يعانون من تقلبات في نسبة السكر في الدم، تصبح جزيئات السكر التي تتشكل بعد الوجبات غير صالحة للاستعمال عن طريق تكوين روابط غير مناسبة مع مواد بروتينية في الجسم. هذه العملية تسمى جليكيشن في عالم الطب. تقلل الطحينة من عملية تكون الجلوكوز بما تحتويه من أحماض دهنية عالية الجودة. يوفر امتصاصا بطيئا للسكر خاصة في أنسجة الأمعاء. 1 ملعقة كبيرة طحينة ضد الأمراض. تحتوي الطحينة على عناصر غذائية مهمة مثل الحديد والنحاس والزنك. لا تحفز هذه المركبات إنتاج الخلايا المضادة للأكسدة فحسب، بل تبحث أيضا عن الجذور الحرة في الجسم وتحييدها قبل أن تلحق الضرر بالخلايا السليمة. بالإضافة إلى ذلك، تتحمل الطحينة مسؤوليات مهمة للغاية لتقليل مشاكل الجهاز التنفسي مثل التهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية. الطحينة من أجل بنية دماغية أكثر صحة. أحماض أوميجا 6 وأوميجا 3 بنية الصحية والمغنيسيوم والبوتاسيوم في الطحينة، والتي تشفي الأنسجة العصبية في الجسم وتزيد من وظائف المخ وتمنع تكوين الإجهاد الذهني. تزيد مشتقات فيتامين ب من كفاءة الخلايا في الأنسجة العصبية وتتحمل مسؤوليات مهمة في تكوين الميلين الذي يضمن جودة وظائف المخ. في نفس الوقت تساعد المعادن المختلفة مثل النحاس والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم على زيادة كثافة العظام والوقاية من هشاشة العظام. محتوى الحديد والأحماض الدهنية عالية الجودة التي يحتويها تحمي صحة عظام الجسم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة في تركيبتها لها خصائص تجديد الخلايا. هذا مفيد جدا لنمو الشعر وإصلاحه وترطيبه. الطحينة التي تزيد من جودة الدورة الدموية تساعد على تغذية بصيلات الشعر بطريقة جيدة. الطحينة لبشرة صحية. يحتوي السمسم على مستويات عالية من الزنك. يدعم الزنك إنتاج الكولاجين الذي يجدد البشرة
ويحافظ عليها بصحة جيدة. الزنك الذي يحافظ على البشرة نشطة وندرة يحارب آثار الشيخوخة عن طريق إصلاح الأنسجة التالفة. فهل هناك ضرر في الطحينة؟ كم ومتى يجب أن تستهلك؟ أولاً، الطحينة تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية. المركبة القوية الموجودة فيه تجعل الطحينة تصل إلى حد السعرات الحرارية العالية. إذن ما الذي يمكن أن يحدث لمشاكل الوزن إذا لم يتم تناولها بطريقة مضبوطة؟ بالإضافة إلى أن الطحينة التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية يمكن أن تسبب عدم الراحة في المعدة والأمعاء من خلال احتلال الجهاز الهضمي أكثر من اللازم عند تناولها بكمية كبيرة وفي وقت قصير. إذن كم يجب أن تستهلك الطحينة؟ يوصي الخبراء بتناول ملعقة كبيرة من الطحينة 2 إلى 3 أيام في الأسبوع، خاصة خلال الفترات التي يتباطأ فيها التمثيل الغذائي ويقل جهاز المناعة وتحدث التحولات الموسمية. في ضوء هذه المعلومات يمكنك إضافة الطحينة إلى نظامك الغذائي والاستفادة من فوائدها طويلة المدى. إذا أعجبك الفيديو الخاص بنا فلا تنسى إبداء الإعجاب والاشتراك في قناتنا إذا لم تكن قد اشتركت بعد. ابق على ما يرام، ابق على اطلاع.